وبتختلف ربما من مكان للتاني. فجاء رد طبعا دار الإفتاء اللي وجهت السؤال ده لعدد من المواطنين خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية، وكان في تلقي للإجابات، وكان دكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قال إن عند فسخ الخطوبة فالذهب أو الشبكة من حق الخاطب، وليه أنه يطالب بردها ويجب على العروس ردها لي. أنا خطبت من شهر رمضان وقعدنا شهرين مع بعض، بس أهالينا أنا وهي ما كانش فيه راحة. في آخر الشهر قلنا إن كل واحد يروح لحاله، وبقالي داخل في شهرين مش عايزين يدوني الذهب ومش عارف أعمل إيه. هل الذهب من حقي؟ آه من حقك، إذا فسخت الخطبة فالشبكة أو الذهب الذي هو قدمه الخاطب إلى المخطوبة من حقه أن يسترده.